الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عزيزي المستمع، ولدي الطالب، أقف بك على ما بدأته معك في الدرس الرابع من دروس هذه الوحدة، المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. وبعد أن وقفنا على بعضها في الدرس الرابع، أقف بك الآن على بعضها الآخر في الدرس الخامس المتعلق بالمسائل القدرية. وعناصر هذا الدرس الخامس تكمن في نقطتين أو قضيتين. أولاهما حكم من أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو النقطة الثانية تضمن القدر لأصول عظيمة. هاتان قضيتان أو مسألتان من أهم المسائل التي يجب أن يقف عليها الطالب والدارس لمسائل التوحيد. أما عن المسألة الأولى، حكم من أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الحكم في رؤية علماء العقيدة وعلماء الكلام؟ يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: هذا، أي مسألة القدر وقضية من أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام الطحاوي إن مسائل القدر أو مسألة القدر هي جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. يريد الإمام الطحاوي أن يقول: لا يكمل الإيمان الحقيقي إلا إذا آمن المرء بالقضاء والقدر وترك الخوض في مسائل تتعلق بها، ومن أخطرها إنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الإمام العظيم؟ يقول: لأن العلم علمان، أي العلم بما في الكون وبما جاء به قدر الله، علم في الخلق موجود، اثنين، علم في الخلق مفقود. إنكار العلم الموجود كفر، أي العلم بما وقعت عليه عيناك وجوارحك، ذلك أنك إن أنكرت شيئا مما جاء في القرآن أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد على قدرة الخالق سبحانه في كونه، فأنت بذلك قد خرجت من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. لأن ادعاء العلم المفقود كفر، وادعاء وإنكار العلم الموجود كفر. يعني أنت عندما تنكر شيئا موجودا في الكون وهو من صنع الله، تكون بذلك قد رفضت مراد الله ورفضت قدر الله عز وجل. وعندما تدعي علما مفقودا، أي ليس موجودا، فهذا أيضا فيه خروج عن اللائق بك أيها الإنسان. أنت حبيبة في بحر عظيم، فكيف بك تدعي القدرة؟ ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. بهذه المقدمة قدم الإمام الطحاوي لإبراز هذه المسألة إن إنكار شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وادعاء شيء بمنسوب إلى العلم أو إلى العقل البشري القاصر كفر، ذلك أنك أيها الإنسان لابد أن تحفظ مكانتك وأن تحفظ عليك عقيدتك. المسألة الأولى حكم من أنكر شيئا مما جاء به الرسول، تلك كانت مقدمة، والآن ندخل في عمق المسألة. إن العلم المفقود الذي أشار إليه الطحاوي رحمه الله هو علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعنى بالعلم الموجود علم الشريعة وأصولها، علم الشريعة وأصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. بهذا المعنى ترجم الإمام الطحاوي لمقدمته، أو إن شئت فقل جاءت مقدمته تؤكد على هذه الحقيقة، وهي أن علم الحقيقة الموجود المشاهد أمام عينيك
هذا اسمه العلم الموجود. أما العلوم المفقودة بمعنى ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالغيبيات وما يتعلق بما لا تطيقه عيون ولا عقول ولا أركان الجوارح في الإنسان، إنما هو العلم المفقود، أي الذي لا يمكن أن ينكشف لك أيها الإنسان الضعيف. إنما طواه الله عن أنامه كلهم ونهاهم عن مرامه، أي عن الخوض في قضاياه. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إن الله عز وجل اقتضى حكمته ألا يطلع على كثير من أمور كونه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فكيف بك أيها الإنسان تدعي علم الغيب؟ ويقول الحق تبارك وتعالى وهو يبين لنا انفراده تبارك وتعالى بالمعلومات كلها وضعف الإنسان عن فهمها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. انظر عزيزي الطالب واسمع عزيزي المستمع لتدرك التذييل الذي ختمت به الآية، وهو يؤكد على عمق وبلاغة القرآن في إبراز ما تضمنته من معنى. ذلك أنك عندما تنظر إلى هذه الأمور الواردة، وهي الأمور الخمس: علم الساعة ونزول الغيث وعلم ما في الأرحام والموت الرزق والموت، هذه الأمور الخمسة لا يمكن لأحد أن يتطرق عقله إليها أو أن يقف على حقيقتها. هذا هو العلم المفقود، فكيف بك أيها الإنسان تدعي علم الغيب؟ إن الله هو العليم الخبير. وختمت الآية: عليم خبير، بتؤكد على أن الحق تبارك وتعالى هو القادر على ذلك لا سواه. أما عن المسألة الثانية والأخيرة، تضمن القدر لأصول عظيمة. القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أمورا أو أصولا عظيمة. هذه الأصول هي التي ينبغي عليك أيها الإنسان العابد المؤمن أن تقف عليها وأن تعيها تماما. هذه الأمور العظيمة منها: أولا، أنه أي الله سبحانه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من أنكر علم الله القديم. هذه رقم واحد، عليك أيها الإنسان أن تعتقد بأن كل ما في الكون قد سبق في علم الله وجاء وقوعه أمام عينيك لترى أنت أمامك العلم المرئي. أيضا من تلك الأمور العظيمة أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات. الله خلق المخلوقات وخلق هيئاتها ومقاديرها، وكذلك هي صفاتها المعينة المختصة بها. فالله قد جعل لكل شيء قدرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي الآية الأخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي الله قد سبق في علمه وجود الأشياء. ثم جاء القدر وأبرز وجودها على الصفة المعينة، فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن جعل الله عز وجل له قدرا وقدره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته وهيئته وشكله إلى غير ذلك، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، وهم الفلاسفة وغلاة المعتزلة ومن سار على منهجهم ممن أعطوا للعقل قدرة لا طاقة له على فهم الأشياء بها. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. أما عن المسألة الثانية والأخيرة، فما زلنا نعيش أيها الشباب حول ما يتضمنه قضاء الله عز وجل. ثالثا، أنه يتضمن، أي القدر يتضمن أنه أخبر، أي الله عز وجل أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا.
فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه كان يعلم عباده أو يعلم بذلك عباده، فكيف لا يعلمه هو؟ كذلك مما يتضمنه القدر من الأمور العظيمة أنه، أي القدر، يتضمن أنه مختار، أي العبد يختار، الله عز وجل مختار لما يفعله. إن القدر يتضمن، أي الإيمان بالقدر يتضمن ويطلب منك أيها العابد أن تكون معتقدا أن الله هو الذي يختار الفعل لا سواه، وهو المحدث له بمشيئته وإرادته وليس لازما لذاته. كذلك وأخيرا يتضمن القدر أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، أي الشيء الذي حدث، فإنه يقدره، أي الله يقدره ثم يخلقه. فالله تبارك وتعالى جعل الأشياء مراتب، وكل ما في الكون لا يصدر إلا عن إرادته وحكمه، فتبارك الله أحسن الخالقين.